المحاضرة إنه أخذنا بديش محاضرة أخذنا إنه شلون كنا يعني تعرفنا من البداية على جينيتيك ديزيز وشنو جينيتيك ديزيز وشنو جينيتيك يعني بوليمورفيزم وشلون يصير والبنتريشن. أنا أتذكرون هذني الشغلات هذني كانت أوليات أو مقدمة هي للجينيتيك ديزيز. طبعا جينيتيك ديزيز هو حلو خصوصا طبعا انتم هسه صف ثالث راح تستفادون من عنده بالبدايه، اول شيء تستفادون من عنده هو بصف رابع. الكلاسيفيكيشن اوف جينيتيك ديس اوردر، ان كلاسيفيكيشن لجينيتيك ديس اوردر على مود واحد يصير سهل الحفظ مالته. اول شيء كلاسيكال جينيتيك ديزيز واكو كلاسيكال جينيتيك ديزيز. شنو معناها الكلاسيكال جينيتيك ديزيز؟ اللي هو كلاسيكال يعني نقول شيء متعارف عليه، انه اما يصير بالكروموسوم او سايتوجينيتيك ديس اوردر، اما الكروموسوم يعني واحد يعني ينضرب النيوميريكال العدد مالته او ستراكشرال ستراكشر مالته التركيب مالته فيصير كروموسوم الابنورماليتي يسوي لنا جينيتيك ديزيز، او سنجل جين اللي هو اور يوني فاكتوريال ديس اوردر اللي هو مندليان ديس اوردر، يعني خلينا نقول متعارفين عليه انه سنجل جين بس هو يوني فاكتوريال، او انه ملتي فاكتوريال ديس اوردر. هذا الكلاسيكال جينيتيك ديزيز، كلاسيكال جينيتيك ديزيز اللي هو كروموسوم الكروموسوم سواء بالنمبر مالته او بالستركشر. ثاني شغله اللي هو سنجل جين ديس اوردر، والثالث شغله اللي هو مالتي فاكتوريال ديس اوردر. النون كلاسيكال ديزيز اور ذا سنجل جين ديس اوردر وذ اتيبيكال باترن اوف انهيرتنس، احنا قلنا سنجل جين ديس اوردر تدخل من ضمن الكلاسيكال جينيتيك ديزيز اذا هي كانت يوني فاكتوريال او مالتي فاكتوريال، بس اذا جانا هسه سنجل جين ديس اوردر وذ اتيبيكال باترن اوف انهيرتنس يعني لا هو مالتي فاكتوريال لا هو يوني فاكتوريال فراح يدخل من ضمن النون كلاسيكال ديزيز، مثل من ديزيز كوزد باي موتيشن بالميتوكوندريال جين او تربلت ريبيت موتيشن او يوني بارنتال دايسومي او جينومك امبرنتنج والجونادر موزايزي. هذني اللي هو اما بالميتوكوندري او بالجونادر موزايزم يصيرون او يوني بارنتال او تربلت ريبيت موتيشن حسب اللي موجود عندنا. نجي على الكلاسيكال جينيتيك ديزيز، طبعا هو في شيء ممكن الديزيز يصير بالكروموسوم، فكروموسوم ديس اوردر الكروموسوم هل هو النمبر مالته او هو ستراكشر مالته اند باي افكت اوتوسوم او 6 كروموسوم، يعني شكو شيء يخص الكروموسوم هل هو ستراكشر ممكن او ممكن النمبر مالته او هو الاوتوسوم او 6 كروموسوم اللي هو راح ياثر لنا عليه ويصير جينيتيك ديزيز. سو they could be in numerical or structural، ممكن numerical او structural. النيوميريكال كروموسوم الابنورماليتي شنو معناها؟ معناها انه النمبر مالته راح يتغير او يصير به خلل فلان نمبر فلان رقم من الكروموسوم راح يصير يعطينا جينيتيك ديزيز. وياي انتم طلاب لو لا؟ نعم دكتورة واضح ان شاء الله. شنو معناتها النيوميريكال كروموسوم الابنورماليتي؟ طبعا هاي المحاضره سلسه اكثر من المحاضره الاولى يعني بيها خلينا نقول فد شيء احنا هسه راح يمر علينا نعرفه. ال R defined as a gain or loss of one or more whole chromosome. يعني احنا هذا شنو معناها النيوميريكال؟ loss of one واحد او more whole chromosome او chromosomes. اذا تلاحظون الاس. whether an autosomal or six chromosome. or whole set of chromosome. يعني القصد انه هو النمبر مالته راح يتغير، فهل نفقد الكروموسوم كل يعني واحد او كل هذا الكروموسوم او سواء كان هذا 6 كروموسوم او اوتوسومال كروموسوم حسب الديزيز الموجود. any number that is not an exact multiple of haploid as an aneuploid، يعني انا يسمونها aneuploid اللي هو any number that is not an exact multiple of haploid، يعني كتعريف هسه هاي مو مهمه بس احنا نريد نعرف شنو معنى النيوميريكال انه loss of one or more whole chromosome. again or loss of one or more set of chromosome is known as a
بولي بلويدي، الون اور مور، فراح يسمونه بولي بلويدي. This بولي بلويدي may try body when cell have 3N or tetra بلويدي when cell have 4N. هسا شو وقت نسميها 3N؟ شو وقت نسميها 3N وش وقت نسميها 4N؟ شنو 4N شنو 3N؟ 3N دكتور عندما تكون gain of the chromosome 3N. هاي بودي. والتترا، تترا هي بعد معروفة يعني تترا بلويدي اللي هو 4N. البولي بولي بلويدي generally result in spontaneous abortion. طبعا اذا من هاي البولي بلويدي انه اكو فد شيء ترايب بودي يعني انها 3N وتترا يعني معناها 4. طبعا عادة هم يصيرون spontaneous abortion، الفيميل اللي حامل يعني فيتس حامل هذا الجينيتيك ابنورماليتي اللي هي تترا بودي او تراي بودي، ممكن انه هي يعني من بداية الحمل يصير عندها loss of this fetus اللي هو الابنورمال، يعني ما راح يتكون اصلا، يعني راح يصير جينيتيك ابنورماليتي قوية البي فيصير spontaneous abortion. A gain of one chromosome known as trisomy. اذا واحد بس كروموسوم واحد راح نسميه ترايسومي. مثل من ترايسومي كل احنا ما نعرف الداون سندروم اللي هو مرض داون، يعني متلازمة داون سندروم اللي احنا بالمتعارف عليه بالعامية شو يسمونه داون، ها الداون سندروم شو يسمونه بالعامية؟ ما معقول ما تعرفونه. سمعنا من غوري دكتور. عارفة ايه؟ يعني المنغوليزم، المنغولي. داون سندروم احنا خلينا نقول نعرفه، بس هو شنو هو الخلل اللي بيجي داون سندروم؟ هو ترايسومي اوف كروموسوم 21، يعني الكروموسوم 21 هو اللي صاير بيه جينيتيك ابنورماليتي. فمن يصير جين اوف 1 كروموسوم يعني لوس اوف 1 كروموسوم نسميه ترايسومي، اذا صار بهذا الكروموسوم 21 طلع لنا مرض داون سندروم. الادوارد سندروم هو شنو معناها؟ معناها ترايسومي بالكروموسوم 18. الباتو سندروم اللي هو ترايسومي بالكروموسوم 13. كلاين فلتر سندروم از ترايسومي يعني لوس اوف ون كروموسوم اوف 6 كروموسوم النيام. اذا 6 كروموسوم راح بالنيام نسميه كلاين فلتر، واكو بعد واحد مثله هسه راح نجي لوس اوف ون كروموسوم نسميه احنا المونوسوم. gain of one chromosome يعني راح يجينا واحد نسميه ترايسوم، loss of one chromosome راح نسميه المونوسوم. فتحفظوا لي هاي هذا الترايسومي اللي هو مال داون سندروم، ترايسومي اوف كروموسوم 21، ادوارد ترايسومي اوف 18، الباتو سندروم ترايسومي 13. يعني تجيكم مثلا فور اكزامبل انه بالام سي كيو انه داون سندروم از ترايسومي اوف كروموسوم 21 26 مثلا 18، فهو يا هو من عتهم واحد وعشرين. 21 ممكن نجي هسه احنا اذا نقول مثلا بريترو فولس انه كلاين فلتر سندروم از ترايسومي اوف اوتوسومال كروموسوم انيا فولس. فولس ليش؟ يعني هو 6 كروموسوم بالمئة. All trisomy and monosomy are aneuploid. Monosomy of 6 chromosome in female نسميه ترنر. فهسه اذا نرجع نقول اللي هو هسه على السلايد اللي قبل البالميال شو يسمونه؟ هسه حكينا كلاين فلتر سندروم. كلاين فلتر سندروم من يصير الافكت 6 كروموسوم بالميال. الترنر سندروم شنو معناه؟ هسه قبالكم دكتوره الفيميل تفقد واحد من السكس كروموسوم يعني تكون بس اكس. اها يعني هذا معناها الترنر سندروم هو ديزيز اوف فيميل، كلاين فلتر سندروم هو ديزيز اوف ميل. وهم افكت وين كروموسوم ذاك كلاين فلتر 6 كروموسوم. هنا هسه اللي هو هسه راح نسميه راح يجينا ال 45 اكس او نسميه المصطلح مالته.
هسه راح نجي على الداون سندروم. ليش ما اخذوا الداون سندروم؟ لان هو كمان وانتم تمشون هسه بالشارع يجوز يلاقيكم واحد اثنين من البيشنت، يعني خلينا نقول هم جماعه الداون سندروم. شنو هو الداون سندروم؟ از جينيتيك ديس اوردر كوزد باي ذا بريزنس اوف اول اور بارت اوف ثير كوبي اوف كروموسوم 21، يعني الخلل كله بكروموسوم 21. It's typically associated with the growth delay. إذا تلاحظون مثلاً أحد أقاربكم بالشارع، جيرانكم، يعني تصورون، يعني تذكرون الصورة مالتك، راح تشوفون هم الـ growth مالته كله delay، سواء المنتر الـ يعني الـ growth بسرعة مالته هو كله راح يصير delay. بس إحنا مو أي طفل نشوفه نقول عليه هذا داون سيندروم، لازم نفد كرايتيريا معينة. هاي راح تستفادون من عندها بالأطفال، هو يسألوكم بيها إن شاء الله بصيرون صف رابع، راح تشوفون انه راح يسالوكم بيها شنو الكرايتيريا اوف داون سندروم. فس هنا كاركترستيك فيشال فيتشر ان مايل تو مودريت انتلكتشوال ديسابيلتي. طبعا مو كل جماعه الداون سندروم هم الانتلكتشوال مالتهم اب نورمال، مرات هو تحكي وياه يفتهم ويعرف وهيك، بس هو اقل من اقرانه. The average IQ of young adult with Down syndrome is 50. Similar to the mental age of an 8 or 9 year old. يعني هو شوفه عمره 25 بس هو الاي كيو مالته تشبه واحد طفل عمره 8 او 9 سنوات، فتكون اقل من اقرانه الانتلكتشوال ديسابيلتي. البيبل وذ داون سيندروم may have some or all of the following physical characteristics. هذا طفل ينولد يقول عليه هذا 100% داون سندروم. طبعا لان احنا شنو ما عندنا يعني جينيتك ديزيز، يعني خلينا نقول كونسلنج، ولا نقدر نشوف هذا يعني عن طريق الكروموسومات، صعبه اوت سايد موجوده بس احنا ما نقدر. شلون نعرفه؟ اكو فد كرايتيريا خاصه له. سمول تشن هاي وحده اللي هو الحنج مالته يصير صغير. سلنتد اي اي او ايز اللي هو شنو يصير يعني ما له العيون مالته ما له. بور مصل تون يصير يعني هايبوتوني، هو دائما يصير يعني المصل مالته مو كلش قوي. فلات نيزل بريدج سنجل كريز اوف ذا بالب. احنا هسه نتبرعون من البالب مالتكم راح تشوفون ممكن ثلاث خطوط بيها الكريسز، بس بالداون سندروم راح نشوف سنجل كريز اوف ذا بالب. بروترودي مالته دائما طلع على برا، هو ابو الداون سندروم. ليش؟ لان يعني هو يكون سمول ماوث ولارج تانج، سمول ماوث ولارج تانج. اذر كمان فيتشر انكلود فلات اند وايد فيس، يكون الفيس مالتهم وايد يعني مدور. شورت نيك، اكسسيف جوينت فلكسبيليتي لان هم التون مالتهم كلها يعني هايبوتوني. اكسترا سبيس بتوين بيج تو اند سكند تو، باللور عنده يعني بالاكشف مال رجله اكو مسافه تصير يعني بين البيك تو والسكند تو. هاي كلش متعارف عليها جماعه الداون. النورمال باتر او فينجر باتر اون ذا فينجر تيبس اند شورت فينجر، تصير اصابعهم صغيره. هيب ديسلوكيشن، هواي تجون يعني يجون هيب ديسلوكيشن بس وذاوت تروما يصيرون، لان هم اصلا كلهم اكسسيف جوينت فلكسبيليتي. هسه هاي الصوره مالتهم. اول شيء انتلكتشوال ابنورماليتي يصير عندهم، يعني الايج مالته مو مثل يعني العقل مالته. ثاني شغله هسه هنا تلاحظون اللي هو يصير البرج مالت النوز مالته فلاس، هاي الستنتد اي اللي هو العيون مالته مائل. المسافه اللي بين البكتو والسكند تو تكون وايد، واصلا هي الاصابع مالتهم مال ايديهم تصير شورت. فهذه البكتشر مالت جماعه الداون. البوث ان هاي طبعا هم دائما يصيرون اقصر من الاقران مالتهم. Growth in height is slower resulting in adults who tend to have short stature. يصيرون short stature. Individuals with Down syndrome are at increased risk for obesity as they age. هسه كل واحد يعطينا فد يعرف عن نفسه من عندكم ويعطينا فد كرايتيريا من داون سندروم. هاي صور قدامكم ما راح اوخرها. ها دكتورة، أول شيء يكون عنده single crease of the palm. اسمك؟
نور هذا رايكم هاي عاش جديد بعد مو انت غيرتي سمول تشين تقول تكون دكتور ها سمول تشين سمول تشين منو حضرتك موسى عباس اهلا وسهلا بعد دكتورة اكو تباعد يعني بين التو فينجر والسكند فينجر يعني مال والسكند تو سكند تو بعد كثر تو واحد منكم يجي دكتورة سمول اير سمول اير اير قصدك هي مو سمول اير بس اللي يعني هي صير الاير مالت نازله يعني مو نفس المستوى احنا عاده المستوى مالت الاير وي الاي صير تقريبا ناجرون خط هي صير نازله صح بعد سيركل اند بينك فيس ممكن صحيح لا هذا السيركل والبينك فيس وين هذا هاي لازم ماخذينها بالجنرال اكزامينيشن دكتورة شورت نيك أيضا بس أنا أوضحها للطالب الويا شورت نيك صحيح برضو يعني دائري وبنك يعني يصير وردي هذا ولا بجماعة الكوشينج سيندروم بس الداون سيندروم صحيح هو يصير عندهم يعني سيركل فيس بس مو إلا يعني بنك لأن مرات هو يصير عندهم أنيميا بعد هسه قبالكم هاي شنو الابنورماليتي بالصورة دكتورة اسلانتد آي جنتد اي يعني معناها مائله مائله لفوق مائله لجوا حسب يعني كل واحد والابنورماليتي اللي موجوده بيه بعد التول مال التول شورت يصير ابو الداون سيندروم شورتر دان هز ايج زين بعد هم شو يصير انتلكتشوال مالتهم منتل ستيت فاندمنتال ريتاردد و هارد ريتاردد منتالي ريتاردد بس مو اقول لهم يعني منتالي ريتاردد منتال تسأل يعني ابنورماليتي لان هم مرات يعني خلينا نقول انتلكتشوال ابنورماليتي مالتهم مو قويه بحيث هو يعرف ويفتهم وهيجي بس هو اقل من اقرانه بحيث الاي كيو مالتهم شو يصير تقريبا اذا اريد نقارنها بيا اي كيو مثلا هو عمره 30 سنه الاي كيو مال تقارنها بيا عمر عمر 9 الى 9 سنوات 8 الى 9 سنوات فهم يصير يعني تقريبا الاي كيو مالتهم مقاربه للاي كيو مال طفل عمره 8 الى 9 سنوات فهذا الفرق مالتهم وعاده هم معرضين للاوبيسيتي يصيرون اوبيس واكثرهم انا سدات تذكروهم وشايفيهم يجوز بالشارع يعني بالاقارب فتشي تلقوهم دائما اوبيس لان هم اصلا يصيرون موبيليتي يعني ما يتحركون هواي وشغله ثانيه احنا عندنا قلنا الجوينت مالتهم فلكسبيليتي والتون مالتهم هايبوتوني فعندهم اكثر من مشكله بحيث ما يخلونهم يتحركون هواي يصير عندهم ديسلوكيشن هسه هذا كله بالنيوميريكال كروموسوم ابنورمالتي اللي هو قلنا اذا اكو كروموسوم 21 راح يعطينا داون سيندروم كروموسوم نمبر مالت الكروموسوم اذا الشغله الثانيه هي يصير بالكروموسوم يعني هو الكروموسوم يصير له بالعدد مالته له بالستركتشر مالته structural chromosomal abnormality يعني بس ستراكشر مالته هو الابنورماليتي اللي موجود structural chromosomal abnormality the cell has a normal number النمبر مالتها يعني normal اللي هو 46 كروموسوم but are structurally abnormal اللي هو النمبر مالتهم عادي normal يعني من يسوي لهم كروموسومال ستدي راح يلقونهم نمبر 46 بس هو structure مالت الكروموسوم هو abnormal فلذلك يصير structural chromosome abnormality مو number مو numerical all chromosomes in a normal human karyotype have a long lower arm اللي هو known as the PR so that the centromere is located at different level in between هسه احنا عندنا بالكروموم عندنا long short arm long lower arm اللي هو هذا كل الكروموسوم عندهم بالكاريوتايبين مالتهم
عندهم لونج لور ارم اللي هو الدي ارم احنا نسميها. هسه هنا ديليشن انفولف لوس اوف بيست اوف كروموسوم، احنا مو قلنا ستراكشرال ابنورماليتي، هسه ممكن وحده شنهن من عندهن، ممكن انه لوس اوف بيس يعني قطعه من الكروموسوم، هذه كود بي تيرمينال ديليشن يعني بالنهايه مالت الكروموسوم، او هو انترستيشال ديليشن يعني مو بالنهايه مالت الكروموسوم، بالنهايه مال الكروموسوم عاده يكون شنو نقول ان ويتش ذير از ون بريك ان ذا كروموسوم and the portion distal to the break is lost، يعني اكو فت يعني بريك صاير بالكروموسوم والديليشن اللي هو خلينا نقول صاير بهذا اللوست انه صاير بالديستال بارت مالت هذا البريك. This lost piece could be carrying important gene result in sinus symptom related to the lost gene product. احنا هسه عندنا الكروموسوم، الكروموسوم عندنا قلنا بي لونج وشورت ار، اللونج ار احنا هذا نسميها بي ار، اذا الديليشن خلينا نقول اللي صار بالتيرمينال بارت ممكن هذا التيرمينال بارت حامل لنا فد امبورتنت جين، صحيح هو تيرمينال خلينا نقول يعني بنهايه الكروموسوم، بس ممكن هو حامل لنا فد امبورتنت جين بحيث اذا صار به لوس راح يسوي لنا اللي يعني فد يعني جينيتك ديس اوردر مهم عندنا، فيعطينا ساين وسمبتوم ريليتد تو ذا لوس جين برودكت. الانترستيشال ديليشن وير ذا بيس اوف كروموسوم القطع مالت الكروموسوم بتوين تو بريك از لوست، اللي هاي فشيء مهم يعني انه راح يصير عندنا بين يعني بالقطع مالت الكروموسوم بتوين تو بيس البريك الموجوده هي هاي الربط مالتهم رايحه resulting in كروموسوم ذات از شورتر ذان ذا اوريجينال وذ ذا سيم كونسيكونس، اللي هو هذا اف ديزيز نسميه سايد يو تشات loss of short arm of chromosome 5. يعني احنا عندنا الكروموسوم عباره عن شو قلنا هسه رجعت عليها short و long arm. اذا بالستركتشر مالته اكو فد deletion صار اللي هو هسه نرجع لها بالterminal part there is one break اكو فد يعني صاير كسر هنا بالكروموسوم that is portion distal to the break اللي هو خلينا نقول بعيده عنه. فهذا راح يعطينا جينيتيك ديزيز ساين سيمتوم مال جينيتيك ديزيز. اذا صار بالانترستيشال بيناتهم يعني هو اب بريك بس بين هاي التو بارت مالت البريك هو صاير اللوس، فهذا راح يعطينا هم هنا جينيتيك ديز اوردر بالانترستيشال ممكن مثل من مثل السايد يو تشات اللي هو لوس او شورت ارم او كروموسوم 5، يعني الشورت ارم كله رايح من عندها السايد يو تشات، وهنا الكروموسوم 5 هو اللي رايح من عنده الشورت ارم، فستركتشر اب نورماليتي يعني الشورت ارم رايحه من عنده مو النمبر مالته. Sometimes the bees lost carry no gene and therefore is cause no abnormality. هذا شيء منطقي يعني مرات نقول انه هي هاي الستركتشر مالت الكروموسوم هو صار بي اب نورماليتي. مرات هو هذا يحمل لنا فد يعني امبورتنت جين. فيعطينا يعني اللي هو الكسر الصاير الزغير او ستراكشر الابنورماليتي اللي صاير بالكروموسوم حامل لنا في امبورتنت جين، لذلك منه راح يصير عنده يعني خلينا نقول ديليشن او كسر او اي شيء صار فيه، فهذا راح يسوي لنا خلل يعني شب. مرات لا الجين اللي هو هذا موجود خلينا نقول هاي القطعه الصغيره اللي هي لوست ما حامله لنا في جين مهم، فلذلك هو يعني خلينا نقول من يسوي له كروموسوم الاستدي هذا الشخص يقول عنده اكو فستركتشرال اب نورمالتي بس هي يعني نهائيا ما مأثر عليه، لان هاي البيس اللي موجوده او المفقوده هي يعني خلينا نقول ما حامله لنا في جينيتك ديس اوردر مهم عندنا. This is due to the fact that the genes are not situated on the chromosome اللي هو هذا الجين ما صاير على هذا الكروموسوم. One beside the other all along the chromosome but there are part of the chromosome carrying no gene، يعني هو هذا يعني خلينا نقول هذا الكروموسوم ما حامل هذا الجين راح مات علينا، هذا التفسير العام له. اكو فد يعني فد ديزيز يسمونه ريتينو بلاستوما، شنو ريتينو بلاستوما؟ ريبيدلي ديفلوبينج كانسر ذات ديفلوب فروم ذا سيل اوف ذا ريتينا، الريتينا اللي هي موجوده بالعين صارت بي يعني السيل الموجوده بيها صارت ريبت ديفلوبينج كانسر، كانسر بالريتينا نسميها ريتينوبلاستوما. بس هذا الريتينوبلاستوما احنا هسه نعرف الكانسر اللي هو الامراض السرطانيه مو اللي تجي يعني جينيتيكال، هي مو جينيتيك ديزيز، بس الريتينوبلاستوما ممكن انه هي هاي جينيتيك ديزيز،
caused by loss of retinoblastoma اللي loss of retinoblastoma جين اكو جين موجود اسمه retinoblastoma راح يصير loss ب interstitial deletion of long arm of chromosome 13 هسه هسه هنا قبل شويه قلنا انه عندنا interstitial deletion او terminal deletion terminal deletion عاده احنا قلت لكم انه loss of piece اللي هو بالterminal الكروموسوم مرات هاي يعني احنا نقول هذا terminal part اللي هو اخير نهائي مالت الكروموسوم مهم فيسوي لنا genetic abnormality ومرات ما حامل لنا فد كروموسوم مهم فما ياثر بينما interstitial deletion اذا صار بالكروموسوم 50 short arm of chromosome 50 side due to chat syndrome اذا صار interstitial deletion بلونج ار اوف كروموسوم 13 طالع ريتينوبلاستوما فهو كان جينيتيكالي ديترماين ريتينوبلاستوما هو عباره عن كانسر يصير بالريتينا شلون يصير؟ يصير من يصير انترستيشال ديليشن انترستيشال ديليشن اوف بلونج ار اوف كروموسوم 13 It is important to screen the eye of such regularly so that tumor can be treated early and it preserved هذا الشيء الحلو البي انه هو اول شيء يصير بالاطفال الريتينوبلاستوما مرات الاهل مثلا من البدايه ينتبهون على الطفل او هم عندهم فامي هيستوري اوف ريتينوبلاستوما يعني الطفل الاول صار عندهم ريتينوبلاستوما ممكن خلينا نقول من اقاربهم صاير عنده ريتينوبلاستوما الاهل عندهم انت يعني انترست في هذا الموضوع فاول ما ينولد الطفل يظلون يسوون له ريجولر ريتينوم اكزامينيشن يظلون يودون طبيب العيون يفحص الريتينا مالته الشبكيه فبالريجولر اكزامينيشن مالتهم لقوا انه صار عنده بدا الديفلوبمنت مالت التيومر هذا اللي هو ريتينوبلاستوم من يسووا له تريتمنت بالبدايه ممكن انه هذا الكانسر امبروف والسايت بريزيرف انه يرجع النظر مالته وكانه شيء نمي ها هسه احنا مو طويله على مود ما تخربطون بي محاضرة ها شو ها طلع نعم دكتور هسه لحد الآن انتم بس 45 الحضور هذا دكتورة واضح المحاضرة ها واضح المحاضرة دكتورة هي واضحة وصغيرة المحاضرة بس انتم حضوركم ليش هيجي؟ هسه اهم شيء تعرفون انه شنو الجينيتك ديزيز اللي يصير؟ اكو عندنا بالكروموسوم شنو اللي يصير بالكروموسوم؟ اما هو بالستركتشر او بالنمبر يصير الكروموسوم ابنورماليتي. اذا بالنمبر عندنا امثله عليهم شنو هن؟ داون سيندروم الداون سيندروم وين يصير؟ يصير بالكروموسوم 21 الكروموسوم 21 بعد ادوارد سيندروم اي وين يصير ادوارد 18 كروموسوم 18 زين بعد باتا سيندروم الكروموسوم رقم 13 زين اذا صارت ستراكشرال ابنورماليتي يعني شنو معناها ستراكشرال ابنورماليتي؟ مثل كلاين ديليشن اما تيرمينال او يكون انترستيشن زين يعني يصير ديليشن اما بالتيرمينال بارت اوف كروموسوم او يصير وين بالانترستيشن ديليشن الانترستيشن ديليشن قلنا اكو بي لونج وشورت ارم اذا لونج ارم من راح يتاثر ايش اسمه الديزيز ها ريتينوبلاستوما وذا بالشورت ارم كايدو ايه